أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المقابلة الخاصة التي نجريها مع السيد رمضان قديرف رئيس جمهورية الشيشان. Добро أهلا пожаловать, وسهلا سيد الرئيس. президент. На протяжении многих лет весь мир على مدى سنوات طويلة كان العالم شهد يتابع أخبار الشيشان بسبب العمليات العسكرية التي شهدتها، لكن في السنوات الأخيرة لا أخبار من هناك. هل يدل ذلك على أن الأمور طبيعية في تلك الجمهورية؟ Да, действительно, у нас были военные действия, международный терроризм. نعم، بالفعل عانينا من العمليات العسكرية التي كانت لمكافحة الإرهاب الدولي، شئنا أم أبينا. تلك هي الحقيقة، لقد واجهنا هذا الخطر وقضينا عليه بنسبة 99%. يمكن القول إنه يتبقى فقط عدد من الشياطين وسنقضي عليهم. جمهورية الشيشان استعادت عافيتها ومؤسساتها بعد أن هزم هؤلاء الذين تستروا بالإسلام وهو منهم براء. إننا اليوم نتقدم اقتصاديا ونستكمل بناء المدارس والمصانع وغيرها. لذا فأنتم كإعلام تهتمون بالأحداث الساخنة، وعندما تكون أمورنا جيدة تنسوننا ونحمد الله على ذلك. نحن لا ننسى. أنتم أشرتم الآن إلى وجود قوة ما هناك. إنها ليست بقوة، بل إرهابيون دوليون. يتنقل الواحد منهم من مكان لآخر، في سوريا أو في داغستان أو في الشيشان، ويهرب من بلد لآخر وهكذا. هل تتحدثون عن مجموعات إرهابية؟ كلا، لا توجد لدينا مجموعة. هناك من يدعي أن أوماروف يحاول أن يتحرك مع بعض الإرهابيين ليعطي انطباعا بأنهم موجودون على الساحة. عددهم حوالي 30 أو 40 شخصا. أين يوجدون؟ في الآونة الأخيرة يتواجدون على الحدود مع إنغوشيا في مناطق جبلية، وقد قمنا بعملية خاصة قضينا خلالها على عدد منهم. لا يشكلون خطرا على جمهورية الشيشان التي يفكر شعبها في أموره المعيشية، في تكوين أسرة وبناء بيت والحصول على شهادة جامعية جيدة. في الماضي كانت القيادة الروسية تعتقد بوجود قوى أجنبية تساعد الانفصاليين في الشيشان وفي شمال القوقاز عموما، وذلك لزعزعة الأوضاع في روسيا. هل ما زالت المخاوف على حالها؟ إنني أعلنها صراحة، الغرب وأوروبا قدموا الدعم لهؤلاء الإرهابيين عن طريق المنظمات الإنسانية مثل منظمة الصليب الأحمر وغيرها، وتحت هذا الغطاء مارسوا نشاطهم وساعدوا في نقل المقاتلين الجرحى خارج الشيشان. وكذلك المنظمات الحقوقية مارست ضغوطها علينا وكالوا الاتهامات بحقنا حول اتهامات مزعومة بانتهاك حقوق الإنسان. Нарушаем прав человека, что мы там создаем какие-то, не знаю, там прецеденты нечеловеческие. وهو ما أردت السؤال بخصوصه. أنتم شخصيا تتهمون بانتهاك حقوق الإنسان. معلوماتكم غير صحيحة. لقد أعلن البرلمان الأوروبي العام الماضي رسميا عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الشيشان. لقد حاولوا كثيرا في الماضي وفي النهاية لم يفلحوا. ومع ذلك العديد من المنظمات الحقوقية تتهمكم بانتهاك حقوق الإنسان. هؤلاء بالذات أقول إنهم خونة لا شرف لهم ولا ضمير. إنني لم أنتهك يوما حقوق الإنسان. لقد ضحيت بكل شيء لأضمن الأمن للشعب. لقد فقدت أبي ورفاقي الذين حاربوا إلى جواري، وعددهم أكثر من 400، وكذلك أخي وأبناء عمومتي. لقد راحوا جميعا من أجل إعلاء كلمة القانون ولإرساء النظام والاستقرار. من يردد هذه الاتهامات باع ضميره وسيظل يرددها ما دام يحصل على المقابل المادي الذي يعتبر الشيء الوحيد المقدس بالنسبة لهم. إنني لا أعتبرهم آدميين، ولن يستطيعوا كسري إلا إذا قتلوني. الأخبار الواردة من سوريا تقول بوجود مقاتلين شيشان يقاتلون ضد الحكومة السورية.
ما معلوماتكم بهذا الخصوص؟ لو كان هناك مقاتلون حقيقيون في سوريا لكان الأمر مختلفا تماما. ما يتردد عن ذلك كلام فارغ. يوجد فقط بعض المجرمين الذين جمعهم في تركيا رئيس سابق لما يسمى المحكمة الشرعية في إتشكيريا. نعم هو مواطن شيشاني لكنه منبوذ من بلادنا لأنه يعمل بهدف تشويه صورة الشيشان بقيامه بتجنيد مرتزقة لا يموتون بصلة لشعبنا ولا لديننا. يمنحهم آلاف الدولارات ويمنحهم فرصة للسلب والنهب هناك. لو حارب هناك شيشانيون حقا لعرف العالم بأسره. هؤلاء لا هدف لهم، إنهم مدعون ويشوهون الإسلام ولا يمثلون الشيشان. هل يقلقكم احتمال عودة هؤلاء إلى الشيشان أو إلى شمال القوقاز؟ لقد أقسمت ونذرت حياتي لمطاردة هؤلاء الشياطين، وكلما كان عددهم أكبر كلما كان ذلك جيدا بالنسبة لي. الرسول أمرنا بمعاقبة أمثالهم. إنهم يقولون إن قادروف ملتحن لكنه منافق ومرتد. كيف يقولون إنهم يحاربون من أجل الإسلام وهم لا يعرفونه؟ لو ظهر هؤلاء الشياطين في روسيا فسأقود بنفسي عملية القضاء عليهم. في روسيا 26 مليون مسلم يتمتعون بجميع الحقوق. أنا شخصيا أقوم ببناء مساجد في كل أقاليم روسيا وفي كل مكان حتى في السجون، وما من أحد يمنعني من بناء المعاهد والجامعات الإسلامية. إنني عبد الله وهم عبدة الدولار. 6 مليون مسلم نعيش كمفورتنا. У нас ничего, никакие права не нарушают. Я строю мечети. И даже в тюрьмах российских строю мечети. Я строю... Так, мы говорим сейчас о исламе в Чечне. Считаете ли вы... نتحدث عن الإسلام في الشيشان. هل تعتقدون أن الإسلام التقليدي أزاح التيارات الأخرى التي ظهرت هناك وراجت في بداية التسعينيات؟ Традиционный ислам – это Коран и Сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. الإسلام التقليدي هو القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك ما نشأنا عليه وسيبقى للأبد، وأقولها بثقة. أما التيارات الأخرى كالوهابية والسلفية وغيرها فهي بالنسبة للشيشانيين مجرد بدع لا مكان لها في الشيشان ولا في روسيا عموما. إنه شر وخيانة لتعاليم الدين وأوامر المولى سبحانه ورسوله الكريم. أصحاب هذه البدع كالشياطين يتعين القضاء عليهم، ولن ندعهم يظهرون في جمهوريتنا أو في روسيا. ورغم تحركاتهم إلا أنهم سيخسرون في النهاية. وكيف هو الوضع بالنسبة لحقوق المرأة في الشيشان الذي هو حسب تقارير سيء مقارنة بمناطق أخرى؟ خصومنا يرددون ذلك، وفي أمريكا خصوصا يرددون أنني أنتهك حقوق المرأة، رغم أنهم لم يسمحوا لفرسي بالمشاركة في سباق هناك. لقد انتهكوا حقوق الفرس. المرأة حسب ديننا وعاداتنا مصانة كالمقدسات، وأنا شخصيا على استعداد لتوقيع أقصى عقوبة بحق من يسيء للمرأة. Нести любые наказания, но того человека я не оставлю живых. У нас не нарушает права женщины. هل تستطيع المرأة الشيشانية ارتداء أزياء عصرية؟ как вот модно они одеваются, даже чересчур модно. Если была бы моя воля, если они служили бы меня там, знаешь. إنهن يبالغن أحيانا في ارتداء أزياء عصرية. لو كان الأمر بيدي ولو استمعنا لي وقرأنا تعاليم الدين حول الملابس المناسبة للمرأة المسلمة لكان الأمر مختلفا. لذا نحن لا نجبر أحدا على زي معين، فقط ننصح. لقد حاول الانفصاليون تطبيق الشريعة ولم ينتهي الأمر على خير آنذاك، لكنني كمسلم أدعو وأنصح وأوضح كيف يتعين على المرأة المسلمة اختيار زيها بدون إجبار. هل تعتقدون أن الربيع العربي يمكن أن يمر على روسيا؟ كلا بالطبع، لأن الربيع العربي مر على دول كانت تعاني ضعف سلطتها، وهو ما لا يوجد عندنا. الرئيس لدينا وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة يطلع بمسؤولياته لحماية الدولة.
يعاونه في ذلك جيش قوي وملايين المسلمين الذين لا يسمحون بالمزاح في هذه الأشياء. هل كانت السلطة ضعيفة في مصر؟ كانت ضعيفة جدا. هل مبارك كان ضعيفا؟ مبارك كان ضعيفا للغاية وارتكب أخطاء فادحة، والأمر كذلك في ليبيا حيث هدد القذافي الجيش لكنه لم يفعل شيئا لتطويره، وفي سوريا الشيء نفسه حيث فشل رئيسها في مواجهة نشاطات أجهزة المخابرات الأجنبية. لذا حيثما كانت السلطة ضعيفة سيمر الربيع أو الخريف أو الشتاء عربيا وغربيا وأوروبيا. ولكن ماذا يحسن روسيا؟ يحصنها شعبها بتقاليده وعاداته. إننا نحب وطننا وقد تختلف آراؤنا، لكن عندما يتعلق الأمر بالوطن نتوحد حوله. حكومتنا تهتم حاليا بتقوية القوات المسلحة بعد أوقات صعبة مرت على جيشنا. ومع ذلك شاهدنا مظاهرات حاشدة لمواطنين غاضبين على السلطة. أين هم الآن الذين منحوا الفرصة ليعبروا عن أنفسهم وليرى الجميع حجمهم ومن يقف خلفهم؟ أمريكا، الأموال، السفارات الأجنبية، من يناصرهم الآن؟ سكان روسيا 150 مليون نسمة، وليس 5000 شخص الذين خرجوا للتظاهر وأمنت لهم السلطة كل الأجواء بحرية. قائدنا بوتين رجل حكيم، وعندما يتعلق الأمر بالوطن وأمنه يتصرف تحديدا من هذا المنطلق. لذا سنفعل كل ما في وسعنا لكي نحصن روسيا من هذا الربيع أو الخريف العربي. عندما كان دودايف رئيسا للشيشان وعد الشعب بحياة سعيدة في حال الانفصال عن روسيا، لكن والدكم الرئيس الراحل أحمد قديرف ومن بعده أنتم اخترتم طريقا آخر. ماذا ربح الشيشانيون من البقاء ضمن روسيا؟ لقد كنت شخصيا من أنصار دودايف وحاربت ورفاقي ضد القوات الروسية الفيدرالية بكل ما أوتينا من قوة، وهو أمر يعرفه الجميع. لقد اكتشفنا أن دودايف كان يعمل لحساب أولئك الذين تسببوا في انهيار الاتحاد السوفيتي، وأرادوا أن يكرروا السيناريو نفسه مع روسيا بواسطة انفصال الشيشان. وبالفعل حصلنا على الاستقلال حينها، لكننا لم نقم ببناء مدارس أو مصانع أو مستشفيات أو مساجد، بل بدأنا نتقاتل فيما بيننا. ثم بفضل الله تبدلت الظروف واخترنا الوقوف إلى جانب الشعب الذي حسم اختياره بالبقاء ضمن روسيا الفيدرالية. لقد عرض بوتين على والدي أحمد قاديروف: هل توقع على وثيقة البقاء ضمن روسيا إذا عينتك رئيسا للشيشان؟ حينها رد والدي: لن أوقع بدون أن يعرض الأمر على الشيشانيين، فإن قالوا نعم سأوقع، وإن قالوا لا سأكون معهم. إننا لم نكن يوما دما في يد موسكو. حسنا، ماذا ربح الشعب؟ народ вот вы сейчас вы по-моему давно не были в Чечне, там вы приезжаете и вы увидите. أنتم لم تزوروا الشيشان منذ فترة طويلة، تفضلوا بزيارتنا وسترون كيف نبني مستشفيات ومدارس ونواد رياضية، وسترون مشاريع في شتى مناحي الحياة. الشعب حصل على حريته وأصبح لكل مواطن هوية وجواز سفر وحقوق دستورية وقانونية، وقبل كل ذلك حصل على الأمن، وتغيرت نظرة العالم الذي كان يرانا إرهابيين. لقد برهنا على أننا لم ولن نكون إرهابيين، وأصبحنا نفخر بقول إننا شيشان. كيف تقيمون العلاقات الحالية بين الشيشان والعالم العربي؟ إنني أرغب بشدة في أن تكون علاقات الشيشان وروسيا عموما مع عواصم العالم العربي جيدة جدا، بدءا من أبوظبي وغيرها من العواصم العربية. إن الرئيس بوتين يعمل على دعم العالم العربي، أخذا بالاعتبار أن 26 مليون مسلم يعيشون في روسيا. لذا من المنطقي أن تصبح روسيا داعما وحليفا للعرب، وبالتالي لن يشكل الغرب وأوروبا فزاعة، وسنمتنع عن إفادتهم بشراء منتجاتهم غير الضرورية بما في ذلك الأسلحة. أعتقد أن العرب أذكياء جدا، بل أذكى من اليهود، وسيختارون الطريق الصحيح.
мы не будем бояться. Хорошо, мой самый последний вопрос. Сейчас существует несколько версий. سؤالي الأخير يتعلق بوفاة الملياردير الشهير باريس بريزوفسكي الذي لعب دورا هاما في الأزمة الشيشانية وكانت له علاقات مع جميع أطرافها. كيف تنظرون إلى وفاته وإلى التكهنات الخاصة بها؟ بريزوفسكي был самым подлым предателем. Он придумал личное похищение людей. بيريزوفسكي كان خائنا كريها، لقد وقف خلف عمليات خطف المواطنين في الشيشان، وكنت شاهدا على عمليات خطف عديدة دبر لها ليحصل من ورائها على نقاط سياسية. لطالما رغبت أن يغادر بيريزوفسكي الحياة، لكنني الآن أشعر بالأسف لموته. كنت أريد أن يراه العالم على حقيقته وأن يمثل أمام القضاء ليعترف بكل الموبقات التي ارتكبها، وأهمها أنه في مقدمة من أشعل الحرب في الشيشان. لقد انتهت حياته ليس كبطل بل كشخص حقير. شكرا جزيلا لكم على إتاحة هذه الفرصة. رمزان قديرف الرئيس الشيشاني. Thank you.